Anthony Rudiger was reported. Anthony Rudiger told Chelsea. Who is this? أفادت تقرير الصحافي الإسباني يوم الأربعاء بأن المدرب الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يواجه أزمة كبيرة قبل انطلاق مونديال قطر 2022. ويعتبر ريال مدريد من الأندية التي تضم كوكبة من النجوم الدوليين، فقط توني كروس ودافيد ألابا سيبقيان مع كارلو أنشيلوتي، بينما سيتواجد البقية مع منتخباتهم في كأس العالم قطر 2022. وبحسب صحيفة سبورا الكتالونية، سيخوض ريال مدريد 4 مباريات فقط قبل كأس العالم، سيحاول فيها جميع اللاعبين التجنب الإصابات من أجل ضمان التواجد في قطر. وقال أنشيلوتي معلقا على هذا الأمر: كل من يخشى التعرض للإصابات عليه أن يبقى على الأريكة. وقد أعرب أنشيلوتي عن ارتياحه بشأن جميع المباريات المتبقية، مباراة جيرونا ورايو فاليكانو وقاديش وسلتيك في مدريد، حيث سيتجنب الإرهاق السفر بعيدا عن العاصمة.